بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في لقاء متجدد وحلقة جديدة، نسأل الله أن يديمها وأن يديم علينا من بركات القرآن، اللهم آمين. أحبتي، نواصل سويا الأصل الثاني عشر، ولا تمل من طوله، فهو مهم لك فيما تتلقى من كتاب الله. هيا نرجع إلى الجائز مرة ثانية مع الإمام الشاطبي في الإدغام الصغير، وتذكر أن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، والعمل واحد فقط لو أدغمنا وهو الإدغام، لذلك كان عملا واحدا فسمي صغيرا. لكن معنى أنه جائز أنه في الكلمات القادمة جاز فيها الإدغام وجاز فيها الإظهار، إلا أن الرواية سنعرفها بعدما نتعرف على الكلمات المخصوصة في أماكن معدودة. هيا ننتقل إليها. ما هي هذه الكلمات المخصوصة وما هي هذه الأماكن المعدودة؟ تابع معي وانظر، انظر جيدا. مكتوب الباء المجزومة في الفاء. هذه الكلمة في ذاتها تحتاج إلى فهم حتى نفهم بقية العناوين القادمة. ما سبق كان بابا مستقلا بذاته، إذ وقد وتاء التأنيث ولامها الوبل. هذا باب مستقل بذاته لأن ما سبق كان قاعدة عامة في كل كتاب الله، وهذا يختص بكلمات مخصوصة وأماكن تعد على أصابع اليد. من أول هذه المواطن الباء، أي حرف الباء. وأود منك تكرما لا أمر أن تجرب حرف الباء في فمك وتقول باب باب، فحينما تفعل هذا أين مخرجه؟ من الشفتين، أحسنت. وكرر معي فف فف فف، فأين المخرج؟ نعم، من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. الثنايا أول سنتين سيادتك بتشوفهم كده في مقدم الأسنان، دول اسمهم ثنايا. أف فف فف. إذن الباء والفاء كلاهما متقاربين جدا في المخرج. طب بس في كلمة في النص بيقول لي الباء المجزومة، ما يقول لي الساكنة. لا، خلي بالك، إن الذي يتحدث علماء كالإمام الشاطبي والشارحين كالشيخ القاضي وخلافه، إنه لما نظر في هذه الكلمات التي وقعت فيها الباء التي جزمت، إذن يدل على أن هذه الكلمات واحد اتعلم أفعال، اتنين خصصتها الرواية. فانتبه، مش أي باء ساكنة أو أي باء مجزومة، لا، ده باء مجزومة يعني وقعت في فعل، خلي بالك بقى. فالاسم قد خص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. يبقى إذن هذه الكلمات نتعلم منها بعض الأوليات الهامة في تعاملنا مع كتاب الله، لأنه بلسان عربي، فعليك أن تعلم هذه المصطلحات أو هذه الكلمات التي يتعامل بها أهل التجويد والقراءات. فيقول الباء وعلمنا مخرجها، المجزومة يعني في أفعالها تأتي مخصوصة، في الفاء وعرفنا المخرج. قد وقع ذلك في القرآن في خمسة مواضع. أول موضع معانا قوله تعالى في سورة النساء أو يغلب فسوف. بص، يغلب أنا وقفت وقرأت وسكت وقطعت كمان الصوت عليه، ليه؟ عشان أوضح لك الباء جيدا، وفسوف كذلك بدأت بيها، وده مش محل البدء بس للتعليم. إيه التعليم نتعلمه؟ أن الباء واضحة معي والفاء واضحة معي. الباء واضحة عند الوقف والفاء واضحة عند الابتداء. طب اوصل. أو يغلب فسوف،
ده الوصل الصحيح؟ نعم، يعني بينت الباء بإيه؟ بشيء فيها ميزها أو يغلب فسوف، ده النطق صحيح مرة ثانية، أو يغلب فسوف، يعني هذه القلقلة التي في الباء، هذا الاضطراب الذي تسمعه يغلب ف، هو ده اللي بيبين الباء من الفاء، بس أصل في أداء غير سليم، أن يسكت أو يقطع، لا يغلب فسوف ويقلقل برضه خطأ، أو يغلب وياخد نفسه كده في السريع فسوف، ده برضه خطأ. الصحيح أو يغلب فسوف، هكذا. هذا أول موطن. الثاني قوله تعالى في سورة الرعد: وإن تعجب فعجب، وإن تعجب ف، هكذا النطق الصحيح. الثالث بسورة الإسراء في قوله: اذهب فمن تبعك، ونفس التوجيه وهو، ونفس التنبيه وهو، قال اذهب فإن لك في الحياة بسورة طه. الأخير في سورة الحجرات في قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك. حكم الرواية ما سمعناه عمليا لحفص، الإظهار في هذه المواطن الخمس. طيب ما فيش أي حاجة تجمع الخمسة دول؟ قال بعض الأفاضل: يغلب تعجب اذهب، فاذهب يتب فأولى. يبقى أنت كده عرفت الإيه؟ الخمس مواضع. ننتقل بعد ذلك إلى شيء من الصغير جائز، ولكن ما حكمه في الرواية؟ سنتعلمه علما وعملا. الثاني اللام من حافة اللسان أدناها لمنتهاها. لو تخيل معي كده، هذا الكف هو اللسان، وهذه حافة اللسان، اليمين أدنى، اليسار أدنى، المقدم هذا هو منتهى الحافة، هذه هي اللام. يقول: في لفظ يفعل، يعني مش أي لام، ده عايز كلمة مخصوصة يفعل. وبعدين بيقول لي مجزوم اللام، نفس ما قيل في الجزم هناك يقال في الجزم هنا تماما، يعني ده فعله مجزوم. طيب فين هيدغم هذه اللام ولا هتظهر؟ قال لي مش أي حرف برضو، أن يقع بعدها ذال. طب والذال؟ والضاء والذال وثى منه ومن عليا الثنايا، يعني برضو من طرف اللسان ومن عليا الثنايا من الداخل. الله، إذن هناك تقارب. هو ينبه أن روايات تدغم، وحفص الذي معنا بعد أن علمنا نسمع عمليا في هذه المواطن الستة التي لا سابع لها في كتاب الله. الأول في سورة البقرة، اسمع كده: ومن يفعل، هذه لام خفيفة ساكنة، اوعى تشددها، ذلك، وشوف رسم المصحف عندك في هذه المواطن والسابقة، تجد الباء أو اللام أو الفاء مضبوطة ومشكولة على الرواية اللي بتقرأ بيها، لأن الرواية عندنا أصلا لا إظهار. طب هوصل إزاي؟ ومن يفعل ذلك، بيان صفة اللام البينية بلطف ورقة بلا تعسف أو تكلف، ده واحد. والذال إخراج طرف اللسان عند النطق بها، والضاء والذال وثى للعليا من طرفيهما، يعني من طرف اللسان مع أطراف الثنايا. فخلي بالك، لو أنك لفظت بهذا الحرف بغير هذه الطريقة لن يكون النطق صحيحا. إذن ما حكم الرواية؟ الإظهار في هذه المواطن الستة. ومن يفعل ذلك، هكذا. كذا في بقية المواطن أحبتي. أنا أوان الفاصل، وبعده بحول الله نواصل. بسم الله، بحول الله وقوته عدنا، نواصل سريعا أحبتي هذه المواطن الستة، وهي ما يلي: قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ثم الثاني: فليس من الله في شيء،
الثالث ومن يفعل ذلك عدوانا، الرابع ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، كما تسمع ذلك هو الأداء الصحيح لهذه الرواية كما تسمع الآن، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، الأخير ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لاحظت أن ومن يفعل كلها في بداية المواطن، لخصها البعض في هذا البيت فقال فقد ظلم فليس عدوانا ابتغاء يلقى فأولى. إذن من أراد أن يعرف هذه المواطن فلا ينساها فليحفظ هذه. ننتقل بعد ذلك أحبتي إلى ما يلي. فصلت باللام حتى تفرق بين ما سبق وبين ما هو آت. الآن الفاء في الباء، وسبق شرح ذلك في مواطن، لكن ما سبق كان الباء في الفاء، هنا العكس، فانتبه. وذلك في موطن واحد في قوله تعالى إن شأ نخسف بهم. إذن هذا هو بيان الحرفين، كيف أصل نخسف بهم هكذا كما سمعنا. لاحظ معي في الأخير القادم الذال في التاء. نعم ذلك في كلمتين، ولاحظ أنه قال الساكنة ولم يقل المجزومة، لأنه يبين أن هذه الذال من أصل الكلمة، عاذ يعوذ نبذ ينبذ. إذن ذلك في موطنين في كلمة عذت في قوله تعالى وقال موسى إني عذت بربي، كما سمعنا هكذا ببيان الذال جيدا بغافر، والثاني بالدخان في قوله وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. أما الكلمة الثانية فهي وحيدة، وذلك في قوله تعالى فنبذتها وكذلك سولت لنفسي إلى آخر الآية. وضح جليا هذه المواطن المعدودة المخصوصة، وحكم الرواية فيها كلها في رواية حفص الإظهار كما سمعنا علما وعملا. هيا ننتقل إلى آية اليوم ففيها كلام ستسمعه عمليا، لن أكثر عليك فانتبه. واحد، ستسمع اليوم قراءة تعليمية مع مراعاة الوقف والابتداء لقصير النفس مثلي، وستسمع وقفا تعليميا أو اختباريا أو اضطراريا، ولا تقف إلا إذا كنت في هذه الثلاثة. هيا فلنستمع إلى ما نود أن نتحدث عنه عملا لا علما حتى لا يضيع من الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله العظيم. طيب نبدأ أحبتي معه. طيب ياسمين، تفضلي ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. جميل ياسمين. وفي عندك ثلاث حاجات خلي بالك منهم، قلقلة الدال في كلمة العدوان،
بيان اللام عند كلمة الرسول، وخلي بالك من بيان الراء في كلمة المصير عند الوقف. إنما تلوت الجميلة ياسمين. يلا يا نرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عند النجوى عن النجوى ثم يعودون. أكتر من مصحح كده نرمين تلخبط. يا نرمين أتخليكي معايا ولا مع اللي بيصلح لك؟ ممكن. طيب يلا عيديها من الأول تاني بقى بالراحة كده وخليكي معايا. ألم تر إلى الذين نهوا عند النجوى. طب بص يا نرمين، قولي ورايا بالراحة كده. نهوا عن النجوى بالراحة. ده مقام تعليم فنخلي بالنا بالراحة. نهوا عن النجوى. أيوة كده. ثم يعودون لما نهوا عنه. بصي دي زي اللي فاتت، ثم يعودون لما نهوا عنه. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك. بصي يا نرمين قولي ورايا. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون. بصي يا نرمين بالراحة يا بنتي. ويقولون في أنفسهم لولا يعذب. سلم يا رب. هو ابتداء طبعا لا يصح، بس ده في مقام التعليم فنخلي بالنا، لكن طبعا لا يعتقد ولا يفهم كذلك. يعذبنا الله، بس لما ابدا اقول ويقولون في انفسهم الله. بالراحه يا بنتي بالراحه. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. بص يا نرمين بالراحة كده يا بنتي، السرعة بتلخبط، انت اللي بيلخبطك السرعة، فهدئي كده من السرعة شوية. وزي ما اقول قولي زي يا بنتي. ويقولون في أنفسهم في أنفسهم لولا يعذبنا الله. في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. شكرا يا نرمين، تلاوة طيبة وجزاك الله كل خير يا نرمين أحبتي. فاصل وبعده بحول الله نواصل. بسم الله والحمد لله وبعد بحول الله وقوته. عدنا نبدا مع الحاجه ليلى من الجيزه. اتفضلي يا حاجه ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ لَوْلَا أبدأ ويقولون يا حاج ليلى، وخلي القراءة يعني بها شيء من التدوير، ليس كلها تحقيق، خليها تدوير شوية عشان تعرفي تجيبيها في نفس واحد. لكن ما ينفعش أبدأ لولا يعذبنا الله بنقول، نحن نقرأ كلام الله عز وجل، وبعدما تحسن أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتدا، ما ينفعش أبدأ بيها. أبدأ من قولي ويقولون، ودي قاعدة في الوقف، أن ينسب القول إلى قائله ولو كان دعاء، فنخلي بالنا من ده، كثير يخطئ في هذا. فبالك بقى إذا كان بهذا البدء بهذه الطريقة، فهل من يتلو كتاب الله مؤمنا به مصدقا يرجو عذاب الله، ولا يخشى الله ويرجو رحمته ويخاف عذابه؟ يبقى أبدأ بانتساب القول قائله، فهذا في حق يهود ومنافقين، فهم الذين كانوا يفعلون هذا ويتناجون، فاشتكى المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضحهم الله عز وجل، فهذا قولهم هم ليس قولنا نحن، فنخلي بالنا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها. ده تنبيه من حضرتك جديد ليهم، نخلي بالنا من السين لا تكون قريبة من الزاي، ما قلتش حز، لا هي حس، لأن السين والزاي مخرج واحد، نخلي بالنا. حسبهم، خلي بالك. أقولها تاني ولا أيوة يا ريت. حسبهم جهنم. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. جزاك الله كل خير يا حاجة ليلى فيما تعلمناه من تلاوة حضرتك ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، جزاك الله كل خير. معانا الحاجة فتحية من المنوفية. ألو. ألو، اتفضلي يا حاجة فتحية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنها ويتناجون بالإثم والعدوان. بالراحة عشان في خطأ في التشكيل، في خطأ في التشكيل. ويتناجون. ويتناجون. أيوة كده كملي. ويتناجون بالإثم والعدوان. جميل. والعي، لا خطأ، مش والعي، والعو، والعدوان. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بها الله. بالراحة بالراحة، ده حتى في التلاوة وقفت عندها وعدتها مرتين عشان نخلي بالنا. بما لم يحيك به الله. بما لم يحيك به الله. به الله مش به الله، به الله. به الله. بما لم يحييك به الله. أيوة كده. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. ما ينفعش ما ينفعش. بص يا حاجة، بص حاجة فتحية، رقم واحد كده ناخد نفس كده كويس ونخلي بالنا من التشكيل، وهقولها بدون أحكام، مراعاة التشكيل بس، ده الحاجة فتحية خصوصا بس. ماشي حاجة فتحية؟ نعم. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. سمعتيني؟ شفت السرعة عاملة ازاي؟ السرعة دي مع الأداء ده عشان تعرف تقول الجملة على بعضيها. نعم. يلا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. جميل يا حاجة فتحية، زبطنا التشكيل مرة على مرة، هنزبط إن شاء الله الدنيا. كملي. لا حز بقت زاي، لكن هي سين.
حسبهم مش حز، حسبهم جهنم يصلونها، يصلونها فبئس المصير. جهد مشكور يا حاجة فتحية، وبداية طيبة، وفي أحسن بإذن الله مع المتابعة. جزاك الله كل خير يا حاجة فتحية. معنا الحاجة سنامي شرقية. تفضلي حاجة سنية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن الندوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. والعدوان، خلي بالك من العين. والعدوان. أيوة كده. ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما حيوك بما. أيوة أحسنت، الله يفتح عليك. بما لم يحييك به الله. لا خلي بالك من الثانية بقى، بما لم يحييك به الله. بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. جميل يا حاجة سنية ما شاء الله، تعلمت مما سبق وبينت لنا عمليا كيف نستفيد من التلاوات السابقة. أرجو ممن يتلو أن يكون تعلم ممن سبق. أحسنت يا حاجة سنية، جزاك الله كل خير. معنا أسماء من أسوان. أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون. فين النون لما وقفنا؟ ويتناجون. أيوة كده. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يكذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أحسنت يا أسماء، جميل ما شاء الله، تلاوة ممتازة. وخلي بالك من حرف القلقلة، إذا جاء في وسط الكلمة كما في كلمة نجوى والعدوان، إنما تلاوتك ممتازة الله يفتح عليك. معنا جلاء من الغربية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. البدء ده ما ينفعش. حاولت يعني ايه السرعة، يعني ايه نزود السرعة شوية. في عندي العلماء أعطونا سرعات للتلاوة مع مراعاة الأحكام برضو. يعني كده، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حاضر. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. جميل. حسبهم جهنم يصلونها. هنقف ولا نوصل؟ لما قلت حسبهم جهنم أكنك هتوصلي وبعدين وقفتي. معلش، أنا أسف. لا مفيش أسف يا أمي، ده بالعكس تلاوتك جميلة وممتازة، ونتعلم منها أننا استمعنا لما سبق وتعلمنا منه. تلاوتك دل عنك حضرتك ما شاء الله تعلمت مما سبق بتطبقيه. أقول لحضرتك أشكرك. حاجة فضلي. الفضل لك يا شيخ خالد. لا الفضل لله أولا وأخيرا. الفضل لك. لا الفضل لله، لا تنسوني إلى شيء، إنما الفضل والبركة من الله.
انا ام محمد من الغربيه، ما اللي كنت بكلمك الاول. يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فالفضل فيك. لك في ان انا اتعلمت اقرا وتعلمت بالاحكام، الفضل لك. استغفر الله، اللهم لا تؤاخذني والله، ربنا يجعلك في الخير دائما ويجعلني خيرا مما يظنون. هكذا كان يقول أبو بكر الصديق حينما يقال له مثل هذا الكلام، إنما لسنا مثل هذا ولسنا مثل هذا، إنما الفضل من الله عز وجل. أحسنت، كملي يا أمي من أول بقى. حسبهم جهنم يصلونها، نسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، وأشكرك جدا يا حجة نجلاء، جزاك الله كل خير. أحبتي فاصل وبعده بحول الله نواصل. بسم الله وبعد، عدنا بحول الله وقوته. نبدأ مع الحج أمل من إسماعيلية. تفضلي حج أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. حاول يعني ايه تجمعيها مع بعض كده من اول كده، ويقولون لحد بما نقول. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. كده جميل، كده فهمناها كده كويس. ايوه فهمناها. طيب اسمعيها مني تاني برضو بنفس السرعه. حاضر. ديت مع مراعاه الاحكام. حاضر. بقى حاضر. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ماشي كويس، بس في عندك حرفين مد التكلو في لولا بما وبما. بما بما نقول. أيوة كده، فخلي بالك من الطبيعي ما يتكلش. كملي. حسبهم بما جهنم. نقول. أيوة. حسبهم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. جميل يا حاج أمل، ونخلي بالنا مما تعلمنا، والراء عند الوقف في كلمة المصير تبقى رقيقة. المصير. جزاك الله كل خير يا حاج أمل، ما شاء الله تلاوة طيبة. معنا أروى من أقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما حيوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. المد والغنة مش موجودة ليه يا أروى؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. في أنف كمان مرة. ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أرجو ننتبه لمكان المد كمان مرة. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ده أصل من أصول يجب نتبعه ونخلي بالنا منه. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أحسنتي. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. جزاك الله كل خير، أرجونا انتبه الأحكام. تلاوتك ما شاء الله طيبة وفي أحسن بإذن الله. جزاك الله كل خير. مع نادية من القليوبية. تفضلي يا حاج نادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا وعن أمة المسلمين جميعا. اللهم أمين، ما فعلت شيء والله يا أمي. بارك الله فيك يا رب، جزاك عنا كل خير. وإياكم، جزاكم الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
والعو، العين مضمومة. والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم سين يصلونها. حسبهم جهنم يصلونها. لا، جهنم الميم مضمومة. حسبهم جهنم. لا مش حز، حسبهم جهنم. حسبهم جهنم. ايوه كده، حسبهم يكفيهم، حسب مبتدا وجهنم الخبر، نسال العفو والعافيه. حسبهم جهنم يصلونها. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. تلاوه طيبه جميله، احسنتي، وارجو تنتبهي للجيم واتمام الحركات في انفسهم والجيم في النجوى، انما تلاوه طيبه. جزاك الله عنا كل خير يا حاجه ناديه. معانا تقى من الجيزه، تفضلي يا تقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. جزاك الله خير يا تكتلة وطيبة. أحبتي، تلخيص ما سبق من الإمام الشاطبي فيما سبق في الشرح، إذ يقول، حتى لا تظنون أن هذا الكلام من عندياتي، لا، إنما هو من الشاطبية، إذ يقول: وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخسف بهم راعوا وشذ تثقلا، وعذت على إدغامه ونبذتها. هنا وقفنا أحبتي، مضى معكم وقت سريعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.